مع التطورات التي يشهدها الخليج العربي، يبقى الأمن الخليجي الركيزة الأساسية للمضي قدما في كل النواحي. فبعد العديد من الاتفاقيات الأمنية الموقعة بين دول الخليج العربي، أتى تمرين أمن الخليج العربي واحد ليترجم التعاون والتنسيق الأمني على أرض الواقع في مملكة البحرين. يبقى الأمن الخليجي مصيرا مشتركا بين دول مجلس التعاون في عصر تتشابك فيه أنواع الجريمة وتتنوع، ما يجعلها في إطار واحد تبدأ بتهديد الإنسان إلى تهديد الدول، ما يجعل من مهمة الحفاظ على الأمن الداخلي هدفا واحدا بين الأشقاء الستة. تطور التعاون الأمني بين دول مجلس التعاون من الفكرة التي صاغتها الاتفاقية الأمنية في محاربة الجريمة والإرهاب، وصولا إلى الارتقاء بالعمل الشرطي والأمني الذي ظهر جليا في التمرين الأمني المشترك أمن الخليج واحد الذي استضافته مملكة البحرين، والذي لقي اهتماما واسعا لما يحمله من أهداف استراتيجية مشتركة ومهارات عكست الكفاءات العالية والاحترافية والجاهزية التي تتمتع بها القوات الخليجية لمواجهة كل ما من شأنه الإضرار بالأمن. كما وأقر دول مجلس التعاون الاستراتيجية الأمنية لمكافحة التطرف المصحوب بالإرهاب في عام 2002، وتم إقرار الصيغة النهائية للقانون النظام الاسترشادي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن ذوي الخطورة الإجرامية والمشبوهين والمتشردين في مجال التحقيقات والمباحث الجنائية. ولم يكن خطر المخدرات غائبا عن هذه التعاونات التي صيغت بطريقة احترافية أبرزت أوجه التعاون الخليجي من عدة نواحي، فقد تمت الموافقة على التشريع النموذجي الموحد لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وقد تم اعتماد النظام الأساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما وتم استحداث لجنة عامة تحال لها المواضيع التوعوية والإعلامية في كافة المجالات الأمنية تسمى لجنة الإعلام الأمني. شوق العثمان لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.